دي ليه؟ انت عايزة ايه؟ انا مش فاهم منك ولا كده بقى. انا مش فاهمة هو ايه اللي مش مفهوم في اللي انا بقوله. طب بقولك ايه؟ ما تجيلي كده بصريح العبارة وتقولي لي عايزة ايه؟ انا عايزة شويكار هانم تدخل السجن. شويكار هانم مين؟ امك؟ ايوه امي. هات لي يا ابني قهوه ساده بسرعه ويكون بن غامق، ولو مش غامق نيله غمقه. انت قلتي ايه؟ اللي انت سمعته. ليلي، في فرق كبير بين انك عايزه الفيلا وفرق تاني بين انك عايزه. ماما قتلت بابا ازاي؟ انا متاكده ان انت عارف كل التفاصيل، ومتاكده كمان ان انت اللي حليت حبل المشنقه من حوالين رقبتها. بس صدقني شوكار هنا ما بقاش بيهمها حد. انا متاكده احنا ما بعتش حد. ده بيقول ان هو منطرف. ازاي بس؟ ده كان حد رفض يا ابو سليم بيه. شوكار هانم ازيك؟ تعرفه من امتى؟ عادل صديقي كنت بزوره. معلش يا عادل، انا اسف ان انا كنت مقصر معاك المده اللي فاتت دي، بس بعد كده هتشوفني كتير قوي. أنا إذنك. كان عايزك ليه؟ كان عايزك ليه؟ شاكرة قوي يا فندم. ممكن أفهم حضرتك عايز مني إيه؟ قصدك بدور وراكي علي. يا ريت. أول ما شفتك خطفتي عقلي قبل قلبي. أقولك على حاجة، هو أنت مش عايز تعرفي عادل أخو جوزي الله يرحمه يعني قال لي إيه؟ هو ما يهمنيش قوي، لأنه متوقع إنه يبرأ نفسه. هيقولك إنه بريء وإن أنا اللي قتلت جوزي، مش كده؟ على فكرة أنا ما يهمنيش واللي قالته لك مش صحيح.